وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الدكتور جلال رحيم الخبير في الشؤون الآسيوية. لأرحب بالدكتور جلال معنا، مرحبا بك دكتور. وآخر ما استوقفتنا في استعراض الصحف والمواقع ونحن نتحدث استعداد وجاهزية للجيوش والدفاعات الجوية في كلا البلدين، مع أن الإشارات في الموقع الإخباري يتحدث أنه لا يريدون مزيدا من الضربات، لا يريدون التصعيد، فأيهما الأقرب إلى المصداقية أو إلى الواقعية في مجريات الأمور؟ نعم، هي في الواقع ما يحدث بين باكستان وإيران هي حرب ملذات بين الجارتين. كلا البلدين تقيم فيها وتقوم بتدريبات وتحل عمليات ضد الطرف الآخر في كلا، يعني في باكستان ضد إيران وفي إيران ضد باكستان. من السخرية بمكان أن المجندين او المسلحين في باكستان هم من البلوشستان يهاجمون ايران، يعني وهم ينتمون يعني الى المسلمين السنه ويطالبون ايران بمزيد من العداله الاجتماعيه في منطقه سيستان بلوشستان. ثم من يهاجم باكستان من داخل الاراضي الايرانيه هم بلوشستان ايضا يطالبون بمزيد من العداله الاجتماعيه ويطالبون حتى بالانفصال عن باكستان في اقليم بلوشستان داخل باكستان جنوب غرب باكستان. وبالتالي هي حرب ملذات بين الطرفين. الايرانيون يعني لا قدر عن بالعمليات التي تشنها الجماعات المسلحه من داخل الاراضي الباكستانيه ضد ايران، وهي اساسا مجموعات جيش العدل وكانت تسمى بجند الله قبل ان يعني يتم القبض عن قائدها في 2009 ثم وقع اعدامه الريبي سنه 2010 ثم بعد ذلك تحول اسمه الى جيش العدل. جيش العدل هو يعني منظمه مسلحه بايعت القاعده ثم يعني بايعت داعش، ويعني هذه الغارات الاخيره لايران هي بسبب حسب ما تقول ايران بسبب ضلوع جيش العدل في العمليه الارهابيه التي ضربت منطقه كرمان يوم 3 جان في 2023 في ايران بمناسبه احياء ذكرى اغتيال سليماني. وبالتالي يقول الجانب الايراني ان قدم يعني ما يعني حقائق ومعلومات استخباراتيه للجانب الباكستاني بثبوت تورط جيش العدل في هذه العمليه، لكن الجانب الباكستاني لم يتحرك وبالتالي قامت ايران بهذه الغاره. لكن في نفس الوقت مثل ما ذكرت هي حرب ملذات بالاساس، هذا هو عنوان ما يحدث بين ايران وبين باكستان. الجانب الباكستاني لا يستطيع ان يسكت ان يصمت ولا يستطيع ان يكتفي بالتنديد الاعلامي وبالاحتجاج الدبلوماسي مثل ما كانت الحسابات الايرانيه، لان الحسابات الايرانيه كانت تعتمد على هذا الموضوع ولم تتوقع بنسبه كبيره الرد الباكستاني ان باكستان ستقوم ب لماذا قامت باكستان بهذا الرد مع انه يبدو من بعض الصحف ان هنالك حاله من اللجم في الداخل الباكستاني كان يقابله حالة من الضغط القوي على القيادات العليا لتقوم بهذه الضربة أو هذا الرد، لماذا جرى هذا الرد أو لماذا قامت باكستان بهذه الضربة دكتور جلال؟ أولا أنا في باكستان يجب أن نفهم التركيبة السياسية والعسكرية وخاصة العرقية داخل باكستان. الوضع في باكستان والعلاقة بين الأجهزة في باكستان علاقة معقدة وحساسة وحتى متوترة جدا. العلاقة بين الجيش الباكستاني الذي تقريبا هو يحكم من وراء الستار في كل ما مجريات الأحداث سواء السياسة الداخلية وخاصة السياسة الخارجية في باكستان، في علاقة برئيس الوزراء المؤقت مثلا الآن وباكستان مقبلة على الانتخابات، وبالتالي من ناحية صورة باكستان كدولة نووية لا يمكن للجيش الباكستاني أن يصمت على 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 يعني على هكذا غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية التي لم تحدث يعني من قبل بهذه الصورة وبضربات بالمسيرات وبالصواريخ داخل الأراضي الباكستانية بين الجانبين، رغم توتر الوضع الأمني على الحدود بين البلدين منذ سنوات منذ عشرات السنين. لكن هذه أول مرة تقوم إيران بضرب يعني داخل الجيش العدل داخل الأراضي الباكستانية، وبالتالي لا يمكن أن نتخيل للجيش الباكستاني الذي يعتقد أنه الجيش التاسع في العالم
جيش يمتلك أسلحة نووية أكثر من 110 رأس نووي، فلا نتخيل أن يسقط الجيش الباكستاني. طب لماذا الآن دكتور جلال إيران ضاقت ذرعا بما تفعله هذه الجماعة، جماعة الجيش، جماعة العدل المسلحة، لماذا الآن ضاقت ذرعا وقامت بالضرب داخل الأراضي الباكستانية؟ النظام الإيراني يعني يتعرض لضغوط كبيرة من الناحية السياسية والاجتماعية والعسكرية وخاصة الأمنية. يخشى أن النظام الإيراني خاصة بعد تواتر العمليات على الحدود من طرف جيش العدل، يعني نذكر مشاهديكم الكرام أن جيش العدل هو يعني منظمة إرهابية تشن عمليات داخل التراب الإيراني، ويعني بصفة متواترة منذ يعني شهر 5/2019 إلى آخر الشهر الماضي، عندما قتلت أكثر من 12 عنصر من حدود من حرس الحدود الإيراني على الحدود المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران. وبالتالي هذا التوقيت بالذات والقرار الإيراني بضرب يعني جيش العدل داخل الأراضي الباكستانية، وإدراك مسبقا أن الباكستان سترد أو احتمالية كبيرة سترد، هو نابع من عدة أشياء، من عدة عوامل. أولا اهتزاز النظام الإيراني من الداخل، عدم الثقة، يعني عدم ثقة النظام الإيراني في استقراره وبالاستقرار الداخلي. ضغوطات من العناصر أو من أنصار النظام الإيراني داخل إيران أن يجب على إيران أن ترد، خاصة أن هذا القرار الإيراني بضرب جيش العدل لأول مرة داخل باكستان بالمسيرات وبالصواريخ هو يعني مرتبط ارتباط شديد بحسب ما تزعم إيران بتورط جيش العدل في عملية كرمان يوم 3 جانفي 2023، التي تعد أكبر عملية إرهابية قتلت أكثر من 100 مدني منذ قيام النظام الإيراني سنة 79. طب دكتور جلال، بما خرج من تصريحات وبيانات من الجانب الإيراني تشير وتتحدث إلى أنها رسائل وقوية جدا للأمريكي وللبريطاني عن كل ما كانت تتعرض له إيران في مواقع عدة يعني ومناطق جغرافية عديدة، هل هذا الأمر يؤدي فعلا هذه النوعية من الرسائل الأمريكي والبريطاني؟ إلى حد الآن، لكن هناك تناقض كبير يعني من تصرفات النظام الإيراني. يعني استعمال إيران لتلك الصواريخ وليس فقط ضرب باكستان وإنما ضرب سوريا في مسافة يعني تتجاوز 1200 كيلومتر، ضرب أربيل منذ يومين في العراق. ويعني هذه تصرفات تريد النظام الإيراني يقول، وهذا لا يعني لك هو بتاتا، وإنما يقول أن هذه رسائل للجانب الأمريكي والإسرائيلي أن يعني إيران لها قدرات صاروخية أن تصل إلى العمق الإسرائيلي وأن تضرب كل المصالح الأمريكية في المنطقة. لكن لماذا ضربت إيران سوريا مباشرة؟ لماذا ضربت إيران باكستان بصفة مباشرة وضربت العراق بصفة مباشرة لكن لا تضرب إسرائيل مثلا بصفة مباشرة؟ لماذا تستعمل وكلاءها في المنطقة من لبنان إلى اليمن في هذه الحرب بالوكالة؟ ومثل ما ذكرت يعني الباكستان وإيران هي بينهما حرب بلدات، وفي نفس الوقت للصدفة وليست صدفة في الجيوسياسة أن تلك يعني كلا البلدين هما خبيران في مجال الحروب بالوكالة. لا ننسى دور باكستان التاريخي في يعني هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وتجنيد القاعدة آنذاك في حروب طالبان ضد الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. فبالتالي إيران وباكستان دولتان خبيرتان في مجال الحروب بالوكالة. فبالعودة إلى سؤالك سيدتي الكريمة، إيران، الجانب الإيراني، النظام الإيراني يريد أن يظهر صورة القوي ويظهر صورة القادر على ضرب كل الأماكن وأن تصل صواريخ وإلى كل تلك الأماكن في إسرائيل. دكتور جلال، سريعا، في تساؤل، كانت السياسة والمنهجية بالنسبة لإيران في الآونة الأخيرة قبل أحداث غزة الدبلوماسية وإعادة طاولة الحوار والسياسة المعهودة يعني على النفس الطويل، هل اليوم في تحت الرماد ما يمكن أن يؤدي إلى استعار؟ بعيدا عن موضوع الحرب بالوكالة ما بين الطرفين، هل يشي في الأفق ما يؤدي إلى استعار اليوم فيما تفعله إيران وبالمقابل باكستان؟ ما تفعله إيران الآن
يعني طبعا يعني اذا يعني سيدي اذا حضرتك تشيرين الى حرب غزه وتوقيت حرب غزه هذا موضوع ثاني. يعني كان التوقيت يعني المقصود به من هو افشال المسار التطبيع او مسار السلام بين المملكه العربيه السعوديه واسرائيل، وكان ونجحت في ذلك نجاحا باهرا. اذا ذلك يعني اذا سؤالك يتصل بموضوع ايران واللعب بحرب الوكالات، ايران يعني تفعل ذلك لسبب وحيد وسبب استراتيجي، هي يعني شراء الوقت حتى تتمكن من صنع سلاح نووي. لا. ايران وباكستان، باكستان دوله نوويه، ايران دوله طامحه الى امتلاك السلاح النووي. لا. النظام الايراني يعني له من العمر اكثر من 43 سنه. النظام الايراني يعي بالضغوطات الداخليه والاقتصاديه والاجتماعيه والجيوستراتيجيه ضده. النظام الايراني يعي بان صلاحيته قد انتهت، وبالتالي الطريق الوحيد لانقاذ نفسه ولضمان ديمومته في العشرين وثلاثين واربعين سنه القادمه هي امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني هو دكتور جلال. الدول الضعيفه. شكرا دكتور جلال، كنت معنا مباشره من تونس على كل هذه الاضاءات، اشكرك على مشاركتك معنا.